السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا، وإن قبل أن نبداو ماذا بيه نقول لكم صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وبلا ما تنساو عطونا لايك، عطونا لايك وبارطاجونا الفيديو، وما تنساو تعطونا يعني ثاني في كومون. هذا فيديو مسرب يعني لجمال لبلماضي، وجه فيه رسالة جد سرية للاعبين الفريق الوطني الجزائري بتاع مطرح الشريكة. هذا فيديو يعني فتح في التيك توك، راني داير هذا مكان بصح كذا. هذه على بالكم علاش درتهالكم، باش نسكت والله العظيم، باش نسكت والله العظيم. مدرب راه صاري، راهي صوتي داره منا، والناس راهم داخلين عليها، على بالك راهم داخلين عليها، ولا تحسب باللي انا بالك حاجه، تحسب باللي امور هذه يعني صايف الجزائر، حبس الجزائر، لا الجزائر ما غاديش يرضي لي حبيبي، اي حكومه غادي يحبوا لها والله العظيم، غادي يحبوا لها والله يحبوا لها والله لديكم كل واحد في بولا، خاصة على رقم تضحتوا على بالكم. مدرب بالك هو راه هو على بالك صمتوها وين راح تكتبوها عبد الحق بالشيخة، خذوا تعينوا فيها عبد الحق بالشيخة. عبد الحق بالشيخة البحر معليا اسمع، البحر اللي هنا ديك تاع تنزانيا، والبحر اللي هنا البحر الاهلي، خصو يجي تعينوا فيه. قال لك راهم يودي عادل عمروت الماتش جيت هنا البنت على نتاع الجزائر، قال اه هما راهم يمجدوا فيه باش يكون عطينا. مسيلمة كذاب، اي يا مسيلمة كذاب العريضة، يا الطباخة تاع البولة انت يا وكلابك، وين راه عادل عمروت اللي كنت تهدر عليه؟ كنت تقول لهم اه طيب سي بون عادل عمروت هو اونسينا، وراه عندي لهنا التسريبات تاعو ما تخافش تكذب كيما الاخر. كيما نهار اللي ياسر ربحت الاهلي، قلت لهم باللي راح قلت هاك الفيديو هذه ماكش قايلها، كيما قلت لهم راني قايل كلش، لا ماكش قايلها هذه هدرتها مع صحابك. قلت لهم يا ودي شراو الماتش لعبد الحق بالشيخه اللي ياسر، الجزائر شرات الماتش اللي ياسر بيطلعوا يديروا عبد الحق بالشيخه اونترينا في بلاصه جمال بلماضي. قلت له كيفاش تتخيل انت إنسان أنت شخص بغل يتخيل دائما يجر المحراث مورا. أخي مش دائما كلمة عن المحراث، كما رانا في رمضان شي باغي زعما يكبر هذا. أنت كي بغل دائما تتخيل باللي رابد محراث مورا، كان لي رابد محراث قدامه بصح أنت تربده مورا. أنا نقول هذا نسمعوا يعني واش تكلم سموه بلماضي، وهذا كيما يقول لك هذا يسموها يا ربي هذا الفيديو ذا تاع التيك توك ولا تاع التيك توك. هيا قلت نقصروا شويه بصح نعطي حاجه مليحه. يعني هذا المدرب اللي راح يعني لازم امام موريتانيا لي ناس، ولو يخرج يقول لك لا او ما خرج بإهانة، نورمالمون كو كرموه تكرم خرج بنقطة بلوميتور في الكاميرو، نهازم أمام الكاميرو، وزاد خرج بزيت القط ونهازم أمام موريتانيا تكرموه. نهار اللي زادوا خمس أضعاف الخلصة تاعو، وعطاوه كارت أبيض، ألقاه الرايس ولا يتحكم بأحكامه. هذا هو التكريم تاعو، ولا شكون الاعلام قاع يقول لك خط احمر، بصح من بعد كيما هذه تكرمها. تا ولدك يخسر الباك، يجيبوا لك لي كادو، يجيبوا له لي كادو تاع خساره. اسكت تسمع صغاري تاع جوارينك منهم، بصح نتايا في دار لا خسر ولدك خسر، تا تروح تجي تا غادي يقول لك واو لا غادي يدير الجي ويجيب منه، والناس داخلين وخارجين بالبركه لا فامي يعيطوا في التليفون بالبركه. لا خسر
هاي عيطوا له في الجرا واه يا ودي ما لي شي عاود تلعب غير شويه عليه ومن هذا مكان هذا يا جاي عاود تلعب وزدت عاود تلعب وزدت عاود تلعب واخر مربع صاير سيبو فيني كنت فوت الفرق ثلاث خطرات ولا اربع خطرات ما تنجح يطردوا خاص انهزمت انهزمت يلقاوك الشيوخ برا يقول لك هاك او والله لا يقرا معك كيفاه خسرت والله العظيم هذه على اللي خروط وهذو اسمعوا وتعطونا جيم كومنتر وبارتاجونا لي فيديو سواء ان شاء الله دائما معكم.